السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. محمد صالح الغنيمي قيادي مقاومة البيضاء أيضا ينضم إلي عبر الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك أخي الكريم، واطلعنا على آخر المستجدات. أنا قبل قليل كنت أسأل أحمد عبد الرب وأبو صريمة قائد ميداني في مقاومة قيفا حول يعني لماذا كل هذا التصعيد من الانقلابيين في قيفة رداع، أيضا أتمنى أن تجيبني على هذا السؤال. أنقل السؤال إليك، تفضل. التصعيد في قيفة رداع سببه كل خوف الانقلابيين من انقضاض أبناء قيفة البواسل على رداع وقطع على خط الإمداد في ظل أنباء عن وصول إلى أين، عفوا إلى أين خط الإمداد؟ يعني خط الإمداد إلى مدينة البيضاء، إلى المدينة، إلى محافظة البيضاء والمديريات الشرقية للمحافظة. أها تفضل. نعم، وخوفا من تقدم أبناء قيفة لقطع الإمداد في ظل تداعيات وصول الجيش الوطني الى الجوبه اللواء 117 لتجهيز الى الهجوم الى البيضاء. نعم. وهم ذا الحين التصعيد يحاولوا انهم يتمددوا ويمسكوا اكثر بشره من الارض لحمايه خط الامداد. نعم. يعني قبل قليل ايضا كان من الامور الشائكه جدا التي طرحها والموجعه انه يتحدث عن اهمال، عن تهميش لهذه الجبهات في ظل يعني تسارع شديد في مسرح العمليات العسكرية هناك، مما يتوجب من التحالف والقيادات المعنية بأن يبقوا على اتصال مباشر معهم لرصد آخر التطورات والتعامل معها، لكنهم لا يجدون أي تفاعل. برأيك لماذا يعني، وما هي المتطلبات السريعة التي يفترض أن يتعامل معها الآن القيادات المعنية؟ السبب ليس من التحالف وليس من قيادة الشرعية الممثلة بخان سد المنصور هادي وليس من على رأس الهرم، بل هم المسؤولين عن محافظة البيضاء، ومن يمثلوا محافظة البيضاء هم المسؤولين عن خذلان محافظة البيضاء، وهم السبب في عدم تجاوب التحالف وعدم تجاوب الشرعية مع كافة الجبهات. لحيث رأس الهرم للمحافظة وهو محافظ المحافظة نايف القيفي ومن يمثل المحافظة لدى التحالف هم من يتقاعد في دعم أبناء محافظة البيضاء في الجبهات. ولم نحصل على أي تجاوب منهم، حيث أن كلما أنا مخاطبهم ونتواصل معهم يقولوا لم نحصل على شيء من التحالف أو الشرعية. نحن نطلب منهم إن كان لم يقدروا أن يوصلوا إلى التحالف أو الشرعية فعليهم أن يرفعوا أنفسهم من قادة الجبهات، وأن لا يوقفوا التخاطب قادة الجبهات مع الشرعية أو التحالف، لأن عندما نتواصل نصل إلى الشرعية أو إلى التحالف يكلمونا ويقولوا عندكم محافظ ويجب أن تستمدوا ذخائركم وإمدادكم وتغذيتكم عن طريق المحافظ. ونرجع للمحافظ يقول لهم أعطونا ولا شيء. لا نعلم هل الاتخاذ يلتفت من قيادة الشرعية أم من محافظنا. نحن من على من يسمع هذا الكلام أن يوضح لنا كي لا نلقي عليه اللوم، سواء المحافظ نايف الجيشي أو قيادة الشرعية. إذا كان الخذلان من قيادة الشرعية فيجب أن لا يخلون الناس تأخذ الصورة على نايف الجيشي، ولا نلومه فيما نلومه دائما. وإن كان من محافظ المحافظة فعليه أن يتقي الله في أبناء المحافظة لحيث هو من أحد أبنائها. نعم، هناك يعني الميليشيات يبدو لي تستحدث طرق فرعية من أسفل بلاد كومان إلى أطراف حدود بلاد الظهرة إذا صحت التسمية التابعة لقيفة رداع، لتتمكن هذه الميليشيات من خلالها التقدم إلى بلاد الظهرة وغيرها أيضا في قيفا. هذه الطرق المستحدثة الآن كيف يمكن التعامل معها؟ هل نجحت فعلا في أن تمد طريق بهذا الاتجاه؟ إذا نجحت فيجب أن يكون في ظل عدم وجود الدعم على الأرض لكافة الجبهات. نعم. يجب على التحالف أن يراقب هذا الوضع وهذا الطريق الجديد الذي يتمدد فيه الميليشيات، ويتم قصف أمدادهم وتصرفهم في هذا الطريق.
بحيث الجبهات ليس عندها استطاعه بسبب عدم وجود الذخائر الكافيه. طيب على كل يعني خليني اسالك اخيرا سؤال مهم حول ما طرحه احمد عبد الرب وابو صريمه قبل قليل، وهو القصف العشوائي المتواصل من الحوثيين في هذه القرى التي تسببت في موجة نزوح السكان. أنا سألت قبل قليل إلى أين نزحت الأسر، وهل هناك منظمات إنسانية أيضا تبذل جهود لإيوائهم أو لا، وأنه ليس هنالك يعني أي تواجد لهذه المنظمات؟ منذ بداية وصول الميليشيات إلى بيته ونحن نعرف أنه ليس هناك أي اهتمام لا من منظمات ولا من شرعية ولا من غيرها، سواء في بيتا أو في نعمة أو في الزهر أو في أي منافذ. كل الناجحين وكل أبناء الشهداء وكل من تضرروا في المناطق يذهبون إلى مناطق أخرى نازحين، ويصرفوا على حتى على سبيل المثال في أبسط حاجة وهي السلع الغذائية الذي في بعض المناطق وبعض المحافظات توصل إلى أن تعفن، لكن في هذه المحافظة لم يوصل إلى النازحين ولا إلى أهالي المرافقين في الجبهات حتى السلال الغذائية لسد رمد أبنائهم في البيوت. وكل يعني مددنا من فضل الله وبفضل الله وبفضل أبناء المحافظة وأبناء نعم. إذا محمد صالح الغنيمي القيادي بمقاومة البيضان، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وأعود إلى أحمد عبد الرب وأبو صريمة قائد ميداني بمقاومة قيفة إذا كان لا زال معي على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وفق الآن ما طرح وهذه المعطيات وكل ما تحدثنا عنه الآن خلال هذه الحلقة، إلى أي مدى أنتم الآن قادرين على الصمود في ظل هذه الإمكانات المتواضعة التي تحدثت عنها قبل قليل؟ يا أخي العزيز، ما طرحها الأخ صالح كلام كافي الإهمال من جهة الأكبر، ومن من يطعن مقاومة البيضة في ظهورها هم من يمثلوا البيضة، هم لأنهم لم يتعبوا، لم يخسروا أولادهم ولم يخسروا أموالهم، فقط تبنوا كل شيء وتزعموا كل شيء في ظل غياب قيادات الجبهات وانشغالهم بالجبهات. واليوم حتى المحافظ شهر وانا ادق عليه لم يرد علي. بالنسبه لقدرتنا او مدى صبرنا، نحن صبرنا سنتين وضحينا باغلى رجالنا وضحينا بكل ما نمتلك، كل ما نمتلك ضحينا به. لو كان مكاننا 10 ألوية أو 15 لواء وانقطع عليهم الإمدادية وانسحبوا، لكن احنا بفضل الله وعلى شرفنا ونواميسنا صابرين، ولنا خطوات أخرى بنتخذها عندما ينفد صبرنا. مستحيل ان احنا نسمح للميليشيات تتقدم وتأخذ ما قلبنا عليه أو رفضنا وصولهم إليه من قبل سنتين. مستحيل ان نتنازل لهم في هذا الشيء لو فنينا أو فنية البلاد بمن فيها، لكن لنا خطوات أخرى قد نتخذ أي خطوة نحتج بها على القيادة أو على التحالف ونظهر معاناتنا لشعبنا وأحرار شعبنا اليمني بالكامل، ونوصل الصوت إلى كل من لم يسمعه. أحمد عبد الرب أبو صريمة قائد ميداني بمقاومة قيفة، أنا أشكرك شكرا جزيلا على التوضيح وهذا التفصيل فيما يحدث في جبهة قيفة رداع. مشاهدينا الكرام، كنت معكم في هذه التغطية من استوديو المنتصف لرصد آخر المستجدات في منفذ البقع وقيفة رداع. سأراكم غدا في نفس هذا التوقيت، إلى اللقاء.